يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أقوام يوم القيامة معهم حسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، هل هذا الحديث يخص المنافقين فقط أم كل من يرتكب المحرمات؟ هؤلاء عليهم مظالم للناس، يأتون بحسنات ويأتون بمظالم فيقتص للمظلومين من حسناتهم يوم القيامة ولا يبقى لهم شيء، ولا يبقى لهم شيء. وأيضا الحديث فيه أيضا أن من لم يخلص النية لله عز وجل في عمله يكون هباء منثورا، لم يخلص فيه النية يكون عمله هباء منثورا. ولذلك المجاهد الذي قتل في المعركة وهو يريد المدح ويريد يقال هو شجاع، هذا يسحب إلى النار يوم القيامة لأنها برية. والذي يتصدق بالأموال ويريد أن يمدح ويقال هو جواد، هذا أول من يسحب إلى النار يوم القيامة. والذي يقرأ القرآن وعلم العلم ليقال هو عالم، هذا أول من يسحب إلى النار والعياذ بالله، لأنه مرائي بعمله كما جاء في الحديث الصحيح. نعم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد يريد الرياء، ومتصدق يريد الرياء، ومتعلم يريد الرياء والمدح. نعم.